بعد ما خلصنا رحلتنا في الإصحاح الأول ومقدمة الصفر وتقسيم الصفر، من الرائع جدا أن نفتكر أن يونان من الأنبياء الصغار، يونان من المملكة الشمالية، يونان ذكر عنه مرة واحدة عن وقته وزمنه أيام يربعام الثاني في ملوك الثاني 14 في العهد القديم. وإحنا داخلين الإصحاح الثاني بنختم الإصحاح الأول أن الرب أعد حوت ليونان فابتلع يونان، وجلس يونان أو استمر يونان في بطن الحوت ومعدة السمكة الكبيرة 3 أيام و3 ليالي. وفي وسط كل الصعوبة دي، بعد ريح شديدة، بعد نوء عظيم، بعد حوت وسمكة كبيرة، يصلي يونان. قد يكون هناك تجارب كثيرة، قد يكون هناك ضيقات كثيرة في حياتنا، ماذا نفعل في هذه الأيام؟ إنها أيام تحتاج الصلاة، وهذا ما فعل يونان، صلى يونان. يمكن الصلاة اللي هيصليها يونان بشكل شعري، يمكن الصلاة اللي بيصليها يونان فيها حاجات ذاتية، يمكن الصلاة اللي بيصليها يونان فيها إحساس إن هو أفضل من الشعوب الأخرى، لكن دعونا نقرأ الصلاة بروح اتضاع وداعة ونشوف فيها بعض المعاني في الحلقة القصيرة دي. صلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت وقال في عدد 2: دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي. من المهم جدا في الإصحاح الثاني اللي احنا قدامه ان احنا نعرف ان الصلاة دي في صيغة شعرية، من المهم جدا ان احنا نشوف ان يونان بيتكلم ان الرب يسمع، الرب يستجيب، ان الرب يستمع للصراخ حتى لو كان هذا الصراخ من جوف الهوية. الرب يسمع صوتي، هذا إعلان مهم جدا في كلمة الله، حتى الكتاب بيقول الرب يسمع عندما أدعوه. في عدد 3: هناك طرحتني في العمق في قلب البحار، فأحاط بي نهر جازت فوق جميع تياراتك ولججك. يونان يرى أن الرب له سلطان على الطبيعة، يونان يرى أن الرب يؤدبه، يونان يرى أن الرب له سلطان على كل شيء، وأنه في كل هذه الأمور يرى أن الرب يعتني به، يرى أن الرب يؤدبه، يرى أن الرب يهتم بأموره، يرى كل هذه الأمور في سلطان ودائرة وعناية الله. في عدد 4: فقلت قد تردت من أمام عيني، ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك. يونان كان هربان من وجه الرب، وده اللي قاله عن نفسه، وده اللي قاله للأمم الفينيقيين في الإصحاح الأول، وده اللي بيقوله الكتاب عنه أنه هو هرب إلى ترشيش، لكن هنا بيقول أني أعود أنظر إلى هيكل قدسك. بعد هروبي أنا راجع، بعد هروبي أنا نفسي أرجع، بعد ما كنت بشعر أني طردت من أمام عينيك، من أمام وجهك، من أمام حضورك، أعود أنظر إلى هيكل قدسك. من المهم جدا أننا نعرف أن رجوعنا للمقادس مثل مزمور 73 ومثل هذا النص قد يعيد ويسترد في حياتنا أمور كثيرة نفقدها من سلام، من فرح، من طاعة، من بركات روحية كثيرة نفقدها، زي ما كان أساف بيفقدها وزي ما كان يونان بيفقدها. نيجي في عدد 5: رأى تأديب الرب ورأى معاملات الرب في هذا العدد. قد اكتنفتني مياه إلى النفس، أحاطت بي غمر، التف عشب البحر برأسي. كل ده بيحكيه في صلاته: نزلت إلى أسافل الجبال، مغاليق الأرض علي إلى الأبد. وبعد كده بيقول: ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي. الرب أصعده من كل فساد، الرب أصعده من الهلاك، الرب أصعده من كل تأديب كان واقع عليه. دي رحمة من الرب، ومش بس الرب رحم الفينيقيين في الإصحاح الأول، لكن هنا الرب يرحم نبي هارب متمرد بعيد عن حضور ووجه الرب. عند كده بيقول في عدد 7: حين أعيت في نفسي ذكرت الرب، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. رغم أني نفسي كانت معيية، رغم أن أنا كنت تايه، برغم أن أنا بفكر كتير في أمور أخرى، لكن أنا بذكرك وبشكرك لأنك استرديتني إلى هيكل قدسك. وده اللي بيشوفه يونان في هذه الصلاة. عدد 8: الذين يرعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم. قد يقصد بهذا عن الشعوب الأخرى اللي الرب بيقوله عليها، أي نينوى اللي بيرسله إليهم، وهو يتحدث يمكن عن مصيرهم أو عن شيء مثل هذا، لكننا لا نريد أن نطيل في هذا العدد، نذهب لعدد 9 و10 في نهاية كلامنا. أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي بما نذرت للرب الخلاص. أنت تستحق الحمد، أنت تستحق كل ذبيحة، أنت تستحق أن أوفي لك نذوري، أنت اللي ليك الخلاص، أنت اللي تستطيع أن تخلص.
وعشان كده الرب بيستمع مرة أخرى. لم يستمع الرب فقط لتوبة الفينيقيين، لم يستمع الرب فقط لصراخ الفينيقيين في الإصحاح الأول، لكنه هنا يستمع لنبي يعود لينظر إلى هيكل قدس الرب، يعود إلى المقادس، يعود لحضور الرب، فيأمر الرب الحوت في عدد 10 من الإصحاح الثاني فيقذف يونان إلى البر. الرب يستجيب، الرب يعتني، الرب متسلط على كل شيء. ليه كل المجد. نتقابل في الإصحاح الثالث في الحلقة اللي جاية.